كابتن أيمن الرمادي، شو رأيك في الإضافات اللي كانت في الوسط؟ الحقيقة أنا هاخد الحديث من لسان حضرتك، أن أنت قلت عايزين ناخد نبذة عن الماضي عشان نتوقع المستقبل. الانتدابات أعتقد تعتبر إلى حد ما فوق المتوسطة، لكن الحقيقة هي مش الانتدابات هي الفيصل الحالة اللي ممكن يعيشها فريق الوصل، وهل هو ممكن يعود لوصل 2006-2007 التوهج الإداري مع الفني مع الجماهيري. طبعا الوصل اسمه كبير. أنا الحقيقة عايز أتطرق لجزئية صغيرة، إن الوصل تراجع يعني في موسم 2017 في الخمس سنين الأخيرة، في موسم 2017-2018 كان منافس على الدوري الدور الأول، كان المنافس الوحيد للعين مع أرو بارينا مع توهج ليما وكايو. هذا التوهج أعتقد إن كان مردوده في السنوات اللي بعد كده سلبي مش إيجابي، لأن الوصل عاش أربع سنين في جلباب إجادة ليما فقط. وطبعا انت عارفين احنا عارفين كلنا دلوقتي ان الكوره ما فيهاش الوان مان شو، عشان كده لازم الوصل يتخطى هذه العقبه، يعني ما يعيش في جلباب اجاده ليما فقط، لازم يعيش في نجوميه فريق عشان يقدر يرجع لمنص التتويج مره اخرى، لان الوصل انا اعتقد ان هو من اكبر الفرق اللي ليها جماهير مع العين مع الشارقه، مع يعني جماهيره كبيره جدا، وزي ما حضرتك قلت سمعتك بتقول ان جمهوره والمحبين لا يقبلوا الا بمنصات التتويج، لكن منصات التتويج لها حيثيات. الحيثيات دي اول حاجه ان ما يكونش العمل عن طريق اما خبرات سابقه قد تصلح في زمن سابق لكن ما تصلحش دلوقتي، وكمان ما تنفعش ان انا نادي كبير زي الوصل ما يبقاش عنده الوان مان شو، لازم يخرجوا من مش بقول ان هم يخرجوا من ليه ما يكون فرد من افراد الفريق. كمان الحاجه المهمه قوي في الوصل ان هم لازم يعيشوا نجوميه مدرب. احنا شفنا السنه اللي فاتت العين عاش حاله اي حد بيغيب كان بيكسب، عاش نجومية مدرب، لأن المدرب هو اللي بيخلق حالة كبيرة جدا من الـ من الـ من الانسجام والـ 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 وقوة الفريق. فأعتقد إن الوصل محتاج الحالة دي.